خوتنا اللي ما شورا فهمتي راه ماشي يجي وحدي اللي ما كنعرفوهمش ومي كنقولوا كنخدموا راه كنقولوا عائله واحده الدراري مساكن كانوا واقفين في التروطوار واحد دايز 170 سكران ما على بالوش ضرب رومبوان تهز طاح على الدراري فوق التروطوار دايرين بوز ديج ديالهم باقا 5 دقائق كلشي سالي الناس كيقول لك هادشي وقع في التصوير ما وقعش في التصوير لان الدراري كانوا في التروطوار جالسين مساكن لي بارير كانوا السلطات كانوا معانا لي زوتوريزاسيون كاينين شركة الإنتاج من أكبر شركة الإنتاج في المغرب كانت خدامة معانا الأمور كانت ريقلو كلشي هو هذاك هاد خونا نسميه سفاح ولا قتالي إلا كان عند ربي الله ياخذ فيه الحق كيف يتم هاد العائلات وكيف دمرهم حنا حضرنا الكنيس ديالهم بجوج أنا وتوفيق شفنا فيهم راسنا ما عرفتش غادي نقول لكم إن لله وإنا إليه راجعون قدر الله هذا وما فهمتي إلا كتاب قدر الله ما كيتردش ونتمنى ان شاء الله تخونا هذا ياخذ الجزاء ديالو كان في الدنيا ولا كان عند الله عز وجل سالات تورناج صافي الدراري جالسين دايرين بوز ديالهم غيمشيو بحالهم مطريا واقفين سميتو السيد داير الدرون كاميرا ديالو اللي كيصور بالدرون نتوما راه عارفين التصوير كيكون جالس فوق التروطوار خونا ضرب في بولفار غاندي حرق الضو طلع فوق الرومبوان تلاح طاح على الناس قتلهم البوليس تاهما مساكن شحال من واحد منهم فلت ايوا هادشي اللي عطى الله وش نقول لك حنا هادشي عمرنا ما فكرنا فيه ولا اني هذا القدر الله عز وجل وإن لله وإنا إليه راجعون ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.